أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من جلسة علنية. عام بالتمام والكمال مر على مشروع اللامركزية، عام كان كافيا لاكتشاف العثرات والتحديات، وكان كافيا أيضا لاكتشاف أهمية الفكرة ومن ثم المشروع. في حلقة اليوم نبحث الموقف الرسمي من تجربة اللامركزية بعد اللقاءات المتكررة لمجالس المحافظات مع رئيس الوزراء والطاقم الوزاري في العاصمة أو في المحافظات، كما نبحث في الوعود الحكومية التي قدمت للمجالس بعد أن دخل المشروع عامه الثاني، والذي يتزامن مع إقرار المجالس لموازناتها للعام 2019. وفي هذا الملف سنبحث أيضا آلية الصرف والعقبات التي تقف أمامه. ضيوفي في هذه الحلقة رئيس مجلس محافظة إربد الدكتور عمر المجابلة، أهلا ومرحبا بك، ورئيس مجلس محافظة جرش الأستاذ المحامي محمود العفيف، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك. وأرحب برئيس مجلس محافظة البلقاء الأستاذ موسى العواملة، أهلا بك، ورئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريمي الخصبة، أهلا بك. أهلا بكم ضيوفي الكرام. قبل أن نبدأ بالحوار مشاهدي الكرام، نتابع ونشاهد هذه المقتطفات من حلقات سابقة من برنامج جلسة علنية مع ضيوفي الحاضرين، لنرى ما الذي تغير على هذا الملف منذ تلك اللقاءات ولقاء اليوم. الآن التقييم مع دكتور عمر الرزاز في اجتماعكم الأخير، كيف كان؟ هل هناك وعودات؟ هل هناك توصيات؟ انطباعاتكم على هذه الاجتماعات؟ القرارات اتخذت تقريبا ونحن في الجلسة، من هذه القرارات نقل الصلاحيات مثلا، لأنه إن لم يكن هناك نقل صلاحيات فنحن نتعامل بمركزية. لا يعني هل وعدتم بموضوع نقل الصلاحيات في المرحلة القادمة؟ نعم في الوقت القريب. هذا ألا يحتاج إلى تعديل القانون، تعديل المشروع القانوني؟ ربما يكون في قرار، قرار استثنائي؟ نعم، قرار في منح استثناءات أو في منح كثير من الصلاحيات للمدراء التنفيذيين حتى يتم التعديل. في عندنا معيقات الآن، القانون قانون لا مركزية، لكن بحقيقة الأمر هو لا مركزية، مركزي ما زال لغاية الآن، مركزي مربوط بالمركز بعمان. القانون عندنا حقيقة قاصر، يعني في مشاكل كثير بتواجهنا بالقانون. القانون غير واضح، والنظام الداخلي كمان غير واضح. يعني القانون أنا أعتقد يعني القانون بده تعديل، أكيد بده تعديل. الناحية العملية للتجربة حتى نكون يعني مقيمين في هذه الفترة، ما زال هناك عدم رشاقة من الجانب الحكومي بالتعاطي مع هذه التجربة، بمعنى أن هناك إقرار وهناك سرعة من مجلس المحافظة والمجالس المحلية، لكن هناك بطء شديد من الجانب الحكومي. أهلا بكم من جديد. إذا تابعنا هذه المقتطفات من حلقات سابقة لبرنامج جلسة علنية وسجلت في كل محافظة على حدة، وأبدأ معك دكتور عمر المجابلة، وأنت رئيس مجلس محافظة إربد. إذا ما أردنا الحديث عن الوعود واللقاءات التي جمعتكم برئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز وأيضا الطاقم الوزاري، في 24 من آب إربد كانت حاضنة لاجتماع سابق لرؤساء مجالس المحافظات، واتخذتم توصيات من أهمها وأولها إمهال حكومة الرزاز شهر واحد بعد منحه الثقة لتصويب القرارات في المشروع. ما الذي تغير؟ حقيقة لم يتغير شيء ملموس هذا الواقع، لأن كما قلت هي وعود وما زالت وعود. لا نستطيع أن نقول تغير شيء على الأرض إلا إذا وضعنا أقدامنا على بداية طريق الإنجاز. لم نضع بعد أقدامنا على بداية طريق الإنجاز في اللامركزية أو في مجلس المحافظة. نحن جلسنا مع اللجان الوزارية وجلسنا مع دولة الرئيس عمر الرزاز، ووضعنا بين يديه وبين يدي اللجنة الوزارية طلباتنا، وطلباتنا إذا أردت أن أقوم بجولة سريعة مع هذه الطلبات حتى أقول ماذا نفذ وماذا لم ينفذ. نحن طالبنا أهم شيء في تعديل القانون، لأن القانون إذا لم يعدل ليس هناك لا مركزية، وإنما نتعامل باللا مركزية إلى الآن. القانون هلامي ظلامي لا يسعف حقيقة إلى الآن، وطلبنا من دولة الرئيس أن يكون هناك، أنا أعلم بأن هذا التعديل يحتاج أن يمر بمراحل دستورية كثيرة وربما يطول نوعا ما، فلذلك طلبنا
بعض القرارات التي تخدم موضوع اللامركزية ويسير كما ينبغي. هذا القانون لا نستطيع أن لا أريد أن أفصل فيه تفصيل لأن الوقت لا يسعف ربما، لكن هذا أول شيء وأهم شيء، القانون. القانون لا يسعف أبدا. بالنسبة للطلبات الأخرى، نقل الصلاحيات، نقل الصلاحيات إلى الآن ليس له وجود على الأرض، هو على الورق فقط لا غير. وقبل أيام وعدنا بتنفيذ هذا المطلب، وكان يعني تعديل طفيف ولم نره إلى الآن، اللي هو رفع سقف العطاءات من 200,000 إلى 500,000. نعم، يعني سنأتي إلى هذه النقطة تحديدا، ولربما نفذ لها الكثير من النقاش، وهي التعديل الذي حدث بمنح مديري الأشغال هذه الصلاحية. ولكن يعني إذا ما أردنا الحديث عن الوعود التي قطعت تحديدا بالإصلاح، وسأعود إليك دكتور عمر، ولكن أنتقل إلى الأستاذ محمود العفيف. وصفتم قانون اللامركزية بأنه قانون مركزي وليس قانون لامركزي، هل ما زلتم ترون هذه الصورة؟ نعم يا سيدي، هو قانون اللامركزية هو مركزي وليس لامركزية. يعني ممكن أضرب لك عليه أمثلة كيف القانون بيكون فيه لامركزية وتختصر صلاحيات مجالس المحافظات على إقرار موازنة المحافظة مع متابعة غير فعلية من خلال التقارير اللي بتتقدم من المجلس التنفيذي كل 6 شهور حبر على ورق. كيف بيكون قانون اللامركزية في لامركزية مع العلم بأنه البلديات بتقدم تقريبا من 70% إلى 75% من المشاريع التنموية والخدمية واللي هي محور اللامركزية بدون ما يكون لمجالس المحافظات أي صلاحية بهذا الخصوص؟ يعني صلاحية مجالس المحافظات تنحصر على 25% من المشاريع الخدمية والتنموية داخل المحافظة فقط لا غير. كيف بتكون لامركزية وبالمشاريع الاستثمارية بنحصر دور مجالس المحافظات على الاقتراح والتوصية، والاقتراح والتوصية غير ملزم قانونا. كيف بيكون لامركزية ومجالس المحافظات فيش عندها القدرة بالمخاطبة المباشرة مع الجهات المعنية، لازم تخاطب من خلال رئيس المجلس التنفيذي اللي هو المحافظ. كيف بتكون لامركزية والمشاريع اللي بتم إقرارها من قبل مجالس المحافظات مرتبطة بالمركز بالوزارة، يعني لا يجوز التنفيذ إلا بأمر من الوزير. فإذا إحنا بمركزية، وفي بعض الحالات بالقانون بالمخاطبات بنرجع لمركزية المركزية. والحلول سيدي واضحة وقدمناها من سنة، كانت الخطوة اللي اتخذها دولة الرزاز بالاجتماع مع مجالس المحافظات خطوة ممتازة ورائعة جدا، وهاي هي أصلا اللامركزية، لأن اللامركزية هي بتنبثق بالتعاون والتشارك والتشبيك، التشبيك مع كل الجهات المعنية ومن ضمنها مجلس الوزراء. ولكن بدنا تنفيذ فعلي، التنفيذ الفعلي ما بكون إلا بالتعديل زي ما حكى الدكتور عمر، تعديل قانون اللامركزية بإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس المحافظات بالإقرار، الرقابة، المتابعة والرقابة، حتى يكون مجلس المحافظة مجلس نواب مصغر داخل المحافظة. ثانيا، نقل الصلاحيات وليس تفويض الصلاحيات. وطبعا هون نقل الصلاحيات بده تشريع، كذلك بده إصدار قانون وتشريع، يعني ما بتم بالنقل إلا بتشريع. نقل الصلاحيات من الوزراء إلى المدراء التابعين لهم في المحافظات، ومن رئيس الوزراء للمحافظ اللي هو رئيس المجلس التنفيذي، حتى يكون المجلس التنفيذي مجلس وزراء مصغر داخل المحافظة. البند الثالث اللي هي توفير الإمكانيات والأدوات لمجالس المحافظات للقيام بعملها، لأنه مجالس المحافظات ما في عندهم أي إمكانيات أو أدوات للقيام بالعمل نهائيا، يعني الأدوات والإمكانيات معدومة قطعيا. فهي سيد الحلول موجودة، ولكن احنا صار لنا من طالب تقريبا، هاي مضى على عمر المجالس أكثر من سنة، وما صار في أي إجراء فعلي بأي اتجاه لتعديل هاي الأمور نهائيا، مجرد اجتماعات وحوارات فقط لا غير. نعم، سأعود إليك لنتكلم أكثر ونتحدث أكثر على موضوع التفويض ونقل الصلاحيات، وهو يحتاج إلى تشريع كما ذكرت. أنتقل إليك سيد بوصل العوام، لو أنت رئيس مجلس محافظة السلط، يعني المحافظة كانت أولى المحافظات التي سجلنا معها وخضنا معها في تعليقاتهم وأيضا أرائهم حول مشروع اللامركزية منذ ذلك الحين إلى هذا اليوم،
ألم يتغير شيء برأيك على مشروع اللامركزية؟ الإنجاز، التطور، التطوير في هذا المشروع؟ حقيقة يعني مشروع اللامركزية احنا حقيقة بالحكومة السابقة كان في قصور بالنسبة ل يعني متابعة مشروع اللامركزية على انه يكون يستمر. الحكومة حكومة دولة عمر الرزاز حقيقة يعني بداية اجتماعاتنا اللي كانت مع دولة الرئيس ومع الفريق الوزاري كانت مبشرة خيرا حقيقة. فإحنا يعني نتأمل أنه يكون في تنفيذ فعلي من الوعودات اللي حصلت من دولة الرئيس على أنه تفعيل دور مجالس المحافظات وإنجاح مشروع اللامركزية على أرض الواقع. إحنا كان في عنا مشاكل يعني في موازنة 2018. يعني سنأتي للموازنات بتحديدا ونعطيها المجال للحديث خصوصا عن موازنة 2018، ولكن ما الذي طبق من وعود الرئيس؟ يعني عمر الرزاز عندما جلس معكم وتحدث بهذه الوعود، ونحن نعلم كما ذكر الدكتور عمر لربما تحتاج إلى وقت، ولكن ما الذي نفذ إلى غاية هذه اللحظة؟ أول لقاء كان مع دولة الرئيس ومع الفريق الوزاري كان وعد. طبعا تم مباحثة جميع المعيقات اللي بتواجه عمل المجالس كما ذكروا زملائي الدكتور عمر والدكتور، كما ذكروا أنه على المعيقات كاملة تم التحدث بها، ووعد أنه يكون في يعني تدليل لهاي المعيقات. فكان كمان برضو وعد أنه يتم اجتماع بعد 14 يوم أو 15 يوم من الاجتماع الأول على موازنة 2018 لعدم تنفيذها. فتم الاجتماع برضو، كان في تجاوب من دولة الرئيس بنفس الموعد اللي تحدد. نتأمل أنه يكون يعني فعليا في اهتمام من الحكومة ودولة الرئيس على إنجاح المشروع. طبعا زي ما تفضلوا زملائي احنا في عنا القانون لازم يكون في تعديل، لأنه القانون لا يخدم المجالس بالوقت الحالي. العلاقة غير واضحة بين البلديات بين المحافظ، يعني العلاقة بين المحافظ وبين البلديات وبين مجالس المحافظات غير واضحة، وبين تفويض الصلاحيات أو نقل الصلاحيات برضو مهمة جدا، لأنه بدون نقل صلاحيات لا يعتبر لا مركزية. نعم، أنتقل إليك رئيس مجلس محافظة الطفيلة دكتور محمد الكريمي الخصبة. يعني كيف قيمتم هذه الاجتماعات مع الدكتور عمر الرزاز والطاقم الوزاري وتعاطيهم مع ملاحظاتكم على القانون، مشروع قانون اللامركزية وقانون اللامركزية، وكيف يعني نظرتم إلى الوعود التي قطعت لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي، اللقاءات الأخيرة أظهرت جدية الحكومة بالتعاطي مع اللامركزية، وإذا كنا يعني حتى نكون متفائلين وبدل نلوم أو نحط الأمور بتشاؤم، نقول أن عمر التجربة سنة. السنة هاي من خلالها رؤساء المجالس وأعضاء المجالس شعروا أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى تعديل وتبديل. الحكومة السابقة كانت يعني متعاطية مع كثير من القضايا ببطء. قدوم حكومة الرزاز حركت ملف اللامركزية، وكان على أثرها الاجتماعات اللي تم الحديث فيها عن المعيقات لعمل المجالس وعن نظرة مستقبلية لعمل اللامركزية بحيث تكون لامركزية كاملة في المحافظات يستفيد منها المواطن. اللامركزية في الحقيقة هي تخدم القرى وتخدم المدن وتخدم جميع التجمعات من خلال الأعضاء المنتخبين ومن خلال قانون يعجل في تنفيذ المشروعات وفق السقف المقرر من الموازنة العامة. ولكن هذا غير موجود حاليا. موجود جزء منه، هو يعني جزء بسيط. نعم. يعني جزء من كل كم هذا الجزء تقريبا؟ الجزء فرضا هناك في صلاحيات، لكن الصلاحية الممنوحة لمدير الأشغال ضعيفة جدا، المأمول أن تكون مليون مليون ونص كحد أدنى. هناك خلل في بعض بنود القانون من حيث مثل ما ذكر أخونا المحامي بخصوص الإقرار والمتابعة، بحيث يكون مجلس نواب مصغر متابع ويقر
وينفذ مشاريع المحافظة وفق السقف المقر. نعم. أيضا يعني دكتور محمد، أنت كنت عضو في اللجنة وما زلت عضو في اللجنة المشكلة من قبل رؤساء مجالس المحافظات لدراسة هذا الموضوع، وتم الحديث عن رفع السقف من 200,000 إلى 500,000 دينار، وأيضا إلى 1,000,000 كانت المطالبات، مليونين دينار، وتم رفعها إلى 500,000. سنعرف يعني الجواب في هذه في هذا الموضوع وما يخص هذا الموضوع وهذه المطالبة تحديدا، ولكن بعد الفاصل، فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود لمتابعة النقاش حول مشروع اللامركزية والوعود التي قطعت بتعديل هذا المشروع. أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة الجديدة من جلسة علنية، وضيوفي هم رؤساء مجالس المحافظات لكل من محافظة إربد وأيضا محافظة جرش ومحافظة البلقاء ومحافظة الطفيلة. نكمل الحوار وأعود إلى ما انتهيت به في الجزء الأول دكتور محمد عن موضوع اللجنة ورفع السقف للعطاءات والمشاريع من 200,000 إلى 500,000 دينار. كيف تعاملتم مع هذا الموضوع وهذا الملف تحديدا؟ نعم، الأصل في تشكيل اللجنة سيدي هو أنه الوقوف على معيقات العمل في اللامركزية، ودولة رئيس الوزراء يعني حدد في ذلك اليوم والجلسة الثانية أنه يجب أن تشكل لجنة، وهم الأعرف كرؤساء مجالس أن يكونوا ضمن هذه اللجنة. وكانت الجلسة الأولى باتفاق سابق في مع دولة رئيس الوزراء أن يصل السقف إلى 2,000,000 دينار. اتفاجأنا في ذلك اليوم أنه السقف وصل إلى 500,000. 500,000 هي مركز، ما زالت مركزية، لأنه العديد من المشاريع سيدي هي مشاريع تربية ومشاريع صحة ومشاريع فوق 1,000,000 دينار. لكي نفهم دكتور محمد، يعني كان هناك اتفاق مع الدكتور عمر الرزاز بأنه يكون السقف 2,000,000 دينار؟ نعم، وهذه قناعاته. نعم، وعندما اجتمعتم بالمسؤولين عن هذا الملف اكتشفتم بأنها فقط 500,000 دينار. نعم، وهو الآن مرفوع إلى رئاسة الوزراء بالموافقة عليه، علما أنه هذا لا يخدم اللامركزية، وسنبقى في مركزية المركزية، وسيكون هناك تأخير المشاريع في عام 19. نعم، رفع بقيمة 500,000 إلى رئيس الوزراء. هل تواصلتم وتواصلتم مع الدكتور عمر الرزاز في هذا الموضوع وهذا الملف لتبيان وجهة النظر، يعني حول بأنه أنت تتحدث بأن قناعته كانت 2,000,000 دينار؟ سيكون هناك لقاءات كما وعدت الحكومة بمناقشة ما يجري تعديله. لكن 500,000 وهذا حديثنا يعني كان مطول في طيلة الأربع ساعات تقريبا، أنه القضية ليست 500 أو 700 أو 1,000,000، هي القضية كيف ننقل المشاريع بدل أن تكون مركزية وبدل أن يكون هناك تأخير فيها ولا يلمسها المواطن، بحيث تكون هناك لجنة متخصصة في العطاءات والتصاميم في المحافظة نفسها حتى تسرع، بدل من إحنا الآن في شهر 8 و9 و10 لا ينفذ أي مشروع خصوصا المشاريع الكبرى. دعنا نستمع إلى آراء رؤساء مجالس المحافظات حول هذا الموضوع. أنتقل إليك دكتور عمر المقابلة، يعني وزير البلديات المهندس وليد المصري خلال جولة في محافظة إربد، الجولة الأخيرة، تحدث تحديدا، وسأنقل لك تصريحاته حول موضوع اللامركزية. تحدث بأن اللامركزية التي أقرت ونفذت بدأنا نلمس الأثار الإيجابية لها بالتدرج، لافتا إلى أن المشكلات التي برزت بحكم أن موازنات المحافظة أقرت في البداية تم التغلب عليها في موازنة 2019، وتتوفر إمكانية تغطية أوجه النقص للمحافظات بموازنة الدولة كونه لم يحن موعد مناقشتها وإقرارها بعد. هل بالفعل هناك أثار إيجابية لمشروع اللامركزية والحديث عن إمكانية التغلب على ما تم التعرض له في موازنة 2018؟ إذا كان التغلب بالوعود فقط فهذا قد حصل، لكن ليس الأمر يعني هكذا. الوعود لا تقدم ولا تؤخر، نحن نريد شيء على الأرض. على الأرض ليس هناك ما نلمسه إلى الآن. كما تفضل أخي الدكتور محمد الكريمين، نحن اتفقنا ولقد سمعنا من دولة الرئيس بأن هناك رفع سقف الصلاحيات لـ 2,000,000، ونتفاجأ بأنها رفعت إلى مجلس رئاسة الوزراء حتى ترتفع إلى 500,000.
هل هذا مركزية؟ ليس مركزية، لذلك لم نلمس إلا وعود فقط لا غير. والجلسات بحد ذاتها هي جلسات مريحة، وقلت ذلك لدولة الرئيس، جلسات يعني تدل على أن هناك جدية من دولة الرئيس ومن اللجنة الوزارية، لكن الوعود لا تقدم ولا تؤخر إلى الآن. نحن نعيش في قلق حقيقي، القلق الحقيقي أننا أمضينا عام من عمر هذا المجلس لم نقدم ولم نؤخر شيء، لم يتقدم ولا يتأخر شيء، لذلك الوعود بدأت من اليوم الأول وما زالت موجودة. الوعود لو كانت في مدة زمنية محددة، لو قالوا بأن هذه الوعود ستنفذ بشهرين بثلاثة بأربعة سنصبر على ذلك، لكن ليس هناك رقم وليس هناك وقت زمني محدد حتى نلمس هذه تحقيق هذه الوعود. سأعود إليك في مسألة الموازنة دكتور عمر، ولكن أنتقل إلى السيد محمود العفيف رئيس مجلس محافظة جرش. عندما سألناك عن الموازنة في محافظة جرش تحدثت بأنه 10% تنفيذ فعلي للمشاريع من موازنة 2018 و22 مليون من أصل 220 مليون للمحافظات بشكل كامل. برأيك أسباب التأخر والتعطل في الصرف والإنجاز؟ يا سيدي، المعيقات التنفيذ هي أكثر من سبب، لكن السبب الرئيسي اللي هي أنه في أول شيء أي مشروع بيتم بالمحافظة فيه له دراسة أولية وفي دراسة نهائية. الدراسة الأولية هي اللي بتم بناء عليها تخصيص المبالغ من قبل مجالس المحافظات. بعد ما يتم تخصيص المبالغ من مجالس المحافظات تطلع ويقر الموازنة وتطلع لمجلس النواب، مجلس العيان يصادقها جلالة سيدنا. احنا بنكون هون قطعنا تقريبا للشهر الثالث من العام. الآن لما بتروح الموازنة لوزارة المالية حتى يتم صرف المخصصات لغايات التنفيذ، برضو بنكون قطعنا احنا تقريبا قريب من نص السنة. الآن الجهة المختصة بالتنفيذ كل المشاريع لجميع الدوائر اللي هي وزارة الأشغال. وزارة الأشغال ما بتنفذ إلا إذا عملت دراسة نهائية للمشروع. فلما بيعملوا دراسة نهائية للمشروع بيطلع في فرق ما بين الدراسة الأولية والدراسة النهائية. يعني زي مثلا عندنا في جرش نادي المعلمين، احنا خصصنا له بناء على الدراسة الأولية 2 مليون، بالدراسة النهائية طلع 4 مليون. الآن بما أنه طلع 4 مليون فيش مجال للتنفيذ، أصبح معيق، وقف التنفيذ. احنا طالبنا وطالبنا دولة الرئيس بأنه يكون فيه دراسة نهائية قطعية للمحافظة بالتخصيص والتنفيذ. هذا حل المشكلة. احنا الآن قاعدين نبحث على المشكلة بعد ما تصير حتى ندور شو بدنا نلاقي حلول إلها. لا، ليش احنا ما نعمل إجراءات وقائية انه المشكلة بالأساس ما تحصلش؟ ليش ما يتم الدراسة دراسة نهائية قطعية تعتمد للتخصيص وللتنفيذ؟ نفس الدراسة للتخصيص والتنفيذ، وهذا سبب عدم تنفيذ المشاريع. لكن في نقطة أنا بدي أعقب عليها اللي حكاها الدكتور محمد بالنسبة لرفع سقف العطاءات بالأشغال ل 500 ألف. يعني حتى لو رفعوها ل 2 مليون أو ل 4 مليون أو 5 مليون ما في فائدة. السبب ما في بالمحافظات أدوات وإمكانيات بطرح تلك المشاريع. احنا لغاية الآن، أنا قبل شوي لما حكيت بالتعديل القانوني وإعطاء صلاحيات للمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، توفير الأدوات والإمكانيات للمجلسين. لأنه أنت أفرض أنك أنت رفعت الآن السقف بطرح العطاءات للأشغال مثلا 500 ألف دينار داخل المحافظة وما في عندي أدوات، كيف بدك تطرحهم؟ هل ناقشتم هذه المشكلة مع الدكتور عمر؟ حكيت سيدي بيها مع دولة الرئيس بعد ما انطرحت الأمور، طلبت منه قلت له احنا بدنا نحل المشاكل من أساسها، إجراءات وقائية لحل المشكلة من الأساس، مش نبحث بعد ما تصير المشكلة نصير نبحث عن الحلول. هذا الخطأ. طيب سأنتقل لك سيد موسى العواملة. قلتم إن موازنة 2018 لم تصرف بكاملها وعانيتم من آلية صرف الموازنة، هل تعتقدون بأن آلية الصرف ستبقى كما هي في ظل ما هو موجود من ملاحظات حاليا على وعقبات في هذا المشروع، وخصوصا بعد أن أقررتم موازنة عام 2019؟ بالنسبة لموازنة 2018 فعليا راح يكون فيها، يعني احنا وعدنا طبعا من دولة الرئيس ووعدنا من الوزراء المعنيين انه يكون في تنفيذ للموازنة بشكل عام. اللي مواجهينه احنا في عدة قطاعات، يعني خلينا نحكي مثلا قطاع الصحة، قطاع التربية، بعض القطاعات،
لم يتم إنجاز ولا أي مشروع، كله بالدراسات. طبعا دراسات، يعني هذا تم طرح السؤال في مجلس الوزراء أنه يعني كل المشاريع اللي موجودة بالقطاعات، قطاع الصحة، قطاع التربية، بعض القطاعات كلها قيد الدراسة بوزارة الأشغال. طب وين المشكلة؟ يعني ليش قيد الدراسة لغاية الآن؟ هل أنه مش يعني ما يكون في مكاتب دراسة خاصة حتى تنجز هاي، يكون في إنجاز لهاي الدراسات ويكون تنفيذ لموازنة 2018؟ الأشغال تم إنجاز يعني جزء منها، بينما القطاعات الثانية لم يتم الإنجاز، وهذا الحكي أثر سلبا على موازنة 2018. موازنة 2019، احنا موازنة 2019 يعني رتبنا الأولويات وأقريناها، بس لم يكن رضا، يعني أنا كرئيس مجلس محافظة أنا مش راضي عن إقرار الموازنة بالطريقة هاي. ليش؟ لأنه أنا ما قدرت أحط الأولويات اللي هي بتخص القطاعات اللي لم يتم الإنجاز، مثل الصحة والتربية، لأنه لم يتم إنجاز نهائي بموازنة 2018. هذا في عام 2018. 18. طيب أنتقل إليك دكتور محمد الكريمين، يعني كيف تعتقد بأنه سيتم التعامل مع الميزانيات الجديدة، ميزانيات عام 2019؟ هل ستأخذ نفس النمط لعام 2018، خصوصا بأننا نتحدث عن معيقات في آليات الصرف، معيقات في المشاريع، معيقات على أكثر من مستوى في بنود مشروع المركزية؟ نعم سيدي، مشروعات التربية والصحة ستتأخر العام القادم بنفس الطريقة، ما لم نقوم بتعديل السقف وتوفير الكادر المتخصص في مديريات الأشغال من حيث التصميم وطرح العطاء. إذا كان هناك صعوبة، وعلما أنه طرح هذا الموضوع في اجتماع الأخير مع اللجنة الفنية، مدير عام الموازنة وأمناء العامين ذكروا أنه يمكن توفير كادر في كل محافظة أو المحافظات المتجاورة، بحيث يكون التصميم وإحالة العطاءات والعمل بشكل عام يكون بالمحافظة نفسها. يا سيدي، ليس صعبا أنه يكون هناك عندي كادر متخصص في المحافظة. هذا الكادر اللي بوفر ملايين من حيث التكلفة ويعجل في ظهور الخدمة ليس مشكلة، خصوصا أنه كثير من المحافظات فيها جامعات، فيها نقابة مهندسين، فيها شركات تصميم، وإحنا ذكرنا مواطن عادي يستطيع أن يشرف على بناية وتكون من أروع ما يكون، وعندنا بنايات حكومية أخذها مقاول ثم باعها ثم باعها ثم باعها لتصل في الأخير إلى بناية كان عمرها 100 عام متصدعة ويتم تسلمها. يعني في الحقيقة أنه هذه حجة أنه ليس هناك كادر متخصص، نستطيع أن نجلب كادر لكل محافظة أو للمحافظات القريبة بحيث تعمل جميع حتى يتم التغلب على هذه المسألة. نعم، يعني أنتقل إليك سيد محمود العفيف، يعني وزير الشؤون السياسية والبرلمانية دكتور موسى المعايطة تحدث بأن تعديل قانون الإدارة العامة الذي أقره أو سيقره مجلس النواب قريبا يعد خطوة أولى ومهمة على صعيد تفويض أو الصلاحيات وتفويض الوزراء أو مسؤولي الدولة صلاحياتهم إلى مسؤولين آخرين. كيف تقرؤون هذه التصريحات وهذا القانون بالفعل؟ هل سيحل المشكلة؟ سيدي، بالنسبة للتصريحات معالي موسى المعايط أنا ما اطلعت عليها، لكن بالنسبة للتفويض الصلاحيات، تفويض الصلاحيات أصلا ما بده تشريع ولا بده قانون، هو التفويض أصلا حتى غير سليم وغير مجدي، لأن الآن أنا بفوض لك صلاحيات بإمكاني على التلفون أسحبها منك، مكالمة هاتفية أسحبها منك. إحنا منطالب بنقل صلاحيات وليس تفويض، والنقل يحتاج إلى تشريع. فالتصريح اللي إذا بالصيغة هاي أنا يعني مش مقتنع، يعني أنت ترى بأن لا يحل المشكلة؟ هذا لا يحل المشكلة، هاي نقطة. نقطة ثانية أنا حاب أعرج على نقطة حكيناها بالنسبة لمشاريع عام 2018، لو كان في خلينا نقول إرادة فعلية وحقيقية لدى الحكومة في تنفيذ وموازنة عام 2018، كان بإمكانه بالنسبة للمشاريع المتعثرة في بعض القطاعات زي قطاع التربية والصحة أنه يتم فيها مناقلات لقطاعات أخرى. يعني شو بمنع أنا لو ناقلت مثلا، أنا عندي في محافظة جرش حاط 7 مليون دينار بقطاع التربية والصحة، انصرف منهم 200,000 دينار، شو بمنع لو أنا عملت بهم مناقلات للأشغال وفتحت بهم طرق زراعية وهاي تنمية؟
إذا بدك حتى المناقلات أستاذ محمود يعني تحتاج كما ذكرت لربما إلى قرار من الوزير من إذا من قطاع لقطاع إذا من قطاع لقطاع بده موافقة الوزيرين. فإحنا بنقول لك لو في إرادة فعلية وحقيقية لدى الحكومة. الآن أنا شو بمنع إنه الوزراء اثنين يودوا لي يقولوا لي ناقل بدل أنا ما تتعطل المشاريع وتتعثر وأصير أنا عارضة بوجه المواطنين أمتص الضربات اللي بدها تتوجه للحكومة أنا اللي بمتصها كمجالس محافظات. لأنه الآن هو زي ما صرح معالي وليد المصري أنه لمسنا أمور إيجابية، هي الأمور الإيجابية من مجالس المحافظات أنه إحنا بنمتص الضربة الآن على الحكومة فقط لا غير. هذا هاي الأمور الإيجابية. طيب سأنتقل إليك دكتور عمر المقابلة، مسألة تفويض الصلاحيات برأيك يعني ما المشكلة لدى المسؤول، ما المشكلة لدى الحكومة في مسألة نقل الصلاحيات إذا لم يكن التفويض مجديا؟ اسمح لي وعذرا قبل يعني قبل هذه النقطة أريد أن أعرج فقط لغير على موازنة 2018. يعني لا أدري هو باب سوء ظن في أم هي حقيقة وصلت إليها قناعاتي بأن التلكؤ والتباطؤ من الحكومة في عام 2018 هو الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه. حقيقة مشاريع 2018 لم تنفذ لأن الحكومة لا تريد ذلك، والدليل على ذلك أنها طلبت 40% إذا زملائي بوافقوني 35% أول شيء 40% أول شيء 15 قالوا 40% 40% من الموازنة العامة ل 2018 هذه طلبتها الحكومة السابقة. لماذا؟ الموازنات ل 2018 بحجة المشاريع المتعثرة، لكن حقيقة كل المشاريع ليست على ما ينبغي، فلذلك 40% ليست في مكانها. ونحن قلنا بأن طلب الحكومة 40% من موازنة 2018 يعني يا ريت توافقنا عليها ونفذوا 60%. إذا لاحظت بأن المشاريع إلى الآن وبحديث اللي هو أمين عام الموازنة العامة قال بأن 22 مليون من 220 مليون صرف في عام 2018، هذا حقيقة يملأ النفس كآبة ويقبض الصدر. إذا كان 220 مليون هذه كارثة، باقي المشاريع كيف ستنفذ ومتى؟ لذلك طلبنا طلب من دولة رئيس الوزراء، قلنا لو كان باستثناء يجب أن يكون تدوير لموازنة 2018 إلى موازنة 2019، وإن كان هناك قانون يمنع ليس قرآن. كيف تم التعاطي مع هذه المطالبة؟ التعاطي طبعا قالوا بأن هذا ليس يعني قانونيا ليست جائزة، قانونيا ليست جائزة. نعم دعني أتوقف هنا دكتور عمر، سنستمع إلى الإجابة حول التعاطي مع هذه المطالبة بعد الفاصل، أنت ورؤساء مجالس المحافظات المتواجدين معي. فاصل قصير مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة ومن ثم نعود لمتابعة الحوار. أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من جلسة علنية، هذه الجلسة نخصصها للحديث عن وعود رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لرؤساء مجالس المحافظات بتعديل البنود التي تعثر وتعرقل عمل مشروع اللامركزية وتطبيق اللامركزية في المحافظات، مع ضيوفي هنا في هذه الحلقة لرؤساء مجالس المحافظات. وأعود إليك دكتور عمر، كنا نتحدث عن كيفية التعاطي مع المطالبات بتخصيص قانون لمنح الحق لاستخدام الموازنة أو ما تبقى من موازنة عام 2018 لعام 2019 كملحق، كيف تم التعاطي مع هذه المطالبات؟ نحن أجبنا عن 2018 وقلنا بأن هذه المشاريع التي كانت في 2018 هي من الصعب مكان تنفيذها لأن الوقت أدركنا، وأتوقع بأنه الوقت غير كافي لتنفيذ باقي المشاريع. لكن لو بحثنا عن السبب الرئيسي في ذلك هي حجة كما قال الزملاء. لذلك لو كان في حل والحل موجود إلى هذا الأمر، لو كان في تسليف وسير في العمل حتى يتم تصديق الموازنة من بداية العام من شهر واحد، نحن لا نحتاج أبدا إلى أن نقول تعثرت مشاريع. لذلك أول شيء التسليف
نبدأ من شهر واحد، عدم تأخير العطاءات، توفير الإمكانيات المتاحة في كل محافظة من محافظات المملكة، لأنه كما تفضل زميلي إذا كانت عمارة كاملة يقوم على إشرافها واحد وتخرج بأحسن هيئة، فكيف لو كانت عمارات حكومية أو إنشاءات حكومية أو مصانع حكومية؟ يعني سيكون الأمر أسهل بكثير مما يكون عند فرد واحد فقط. ربما يتم يعني الحديث هنا عن الاصطدام والعقبات في مشروع قانون اللامركزية، ونعود للحديث عنها مرة أخرى. أنتقل إليك دكتور محمود العفيف، يعني أيضا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة قال بأن الحكومة ستشرع قبل نهاية الشهر الحالي بفتح حوار حول قانون مجالس المحافظات اللامركزية، وخلال أسبوعين سيكون هناك حوار وطني حول هذا القانون. هل تعتقد بأن العام القادم سيكون أفضل لهذا المشروع؟ يا سيدي، إذا ما تم تعديل القانون، قانون اللامركزية والقوانين المرتبطة به، مش بس قانون اللامركزية، لن يكون هنالك أي تغيير نهائيا. يعني أنا الآن بمحافظتي بمحافظة جرش بقول لهم أنا أقريت موازنة بقيمة 20,000 دينار، بضحكوا علي لأنه موازنة 2018 ما تم تنفيذ منها شيء. يعني أنت قاعد بتقر حبر على ورق فقط لا غير، حكينا به بأكثر من مرة من 10 شهور وكررنا بأكثر من مرة. الآن إذا أنا بدي أصير أعمل جلسات حوارية، إحنا الآن سنة وشهر جلسات حوارية بيكون مضى سنتين حتى أرفعه أعمل صياغة للمشروع القانون الجديد بالسنة الثالثة، حتى أعدله بالسنة الرابعة بيكون أنا انتهى عمر المجلس الأول. نعم، يعني ستذهب الميزانية وسيذهب كل شيء. ميزانية 4 سنين وميزانية 2019 راح تطبق كما طبقت 2018. نعم، أنتقل إليك سيد موسى العواملة، يعني من خلال ما استمعت إليه من الدكتور عمر وأيضا السيد محمود العفيف، هل سيكون مختلف عام 2019؟ وهذه اللقاءات التي يتم الحديث عنها وفتح الحوار الوطني، ما الذي سيضيفه إلى مشروع اللامركزي؟ أكيد راح يكون، إذا كان في تأخير في تعديل القانون واستمرنا على ما نحن عليه، أكيد راح يكون عدم تنفيذ لموازنة 2019، وهذا أنا أعتبره يعني راح يكون مشكلة كبيرة. موازنة 2019 مفروض، لأنه موازنة 2018 إحنا ما وضعنا الأولويات فيها، برضو فيها مشاكل على إنه في بعض المشاريع لم يوجد بها قطع أراضي ولا يوجد لها دراسات، بينما موازنة 2019 جميع المشاريع اللي موجودة على موازنة 2019 المجالس بتطلع عليها، رؤساء وأعضاء مجالس مطلعين على كل مشروع مشروعه، دراساته تقريبا شبه موجودة، قطع أراضي موجودة، يعني كلها مشاريع ذات أولوية، ولذلك يجب أن يتم إنجازها يجب أن يتم إنجازها. إذا لم يتم إنجاز موازنة 2019 معناته إحنا دخلنا مشكلة كبيرة، ولا بد أن يلمس المواطن هذا الفرق مفروض. نعم، أنتقل إليك دكتور محمد الكريمين، قلتم لنا في وقت تسجيل برنامج جلسة علنية في محافظة الطفيلة بأن البيروقراطية والعراقيل تحول دون تنفيذ المشاريع، وأعدت كل العراقيل للموقف الحكومي. نعم، هل المؤشرات تقول أن عام 2019 سيكون مختلفا بناء على ما تم من لقاءات في هذا العام وما يتم الحديث عنه في الأعوام القادمة؟ نعم، يفترض أن يكون هناك تغيير وأن يلمس المواطن الخدمة. إذا لم يحصل التغيير وبقية الأمور على ما هي عليه مثل عام 18، أنا أقول ليس لنا يعني مجال للبقاء، وأفضل عدم البقاء في مجالس المحافظات، لأنه عام 18 عام 19 ماذا بقي في عمر المجالس حتى تقول أنجزت؟ إذا كان هناك نية حقيقية وإرادة حقيقية للتغيير، كل مشاكل 18 يتم تلافيها في عام 19، وبالتالي يجب تنفيذ مشاريع 19 وأن نصدق مع المواطن. إذا كانت الموازنة العامة لا تسمح المحافظة الواحدة 1,000,000 دينار فقط، أن نقول للمواطن موازنتك 1,000,000، لماذا نضع 20,000,000 والحقيقة لا ينفذ إلا مثلا ربحها أو نصفها؟ يكون هناك مصداقية، المواطن يعذر الحكومة ويعذر، والمواطن مع صف الوطن، حتى لو الموازنة زيرو صفر ما في داعي أنه نحط مبالغ وفي الحقيقة لا تنفذ. المبلغ الذي يجب أن ينفذ هو ما يتم مصادقة عليه من قبل جلالة الملك، أو أن يكون هناك مصداقية من البداية
بعدم وضع مبالغ كبيرة للمحافظات. نعم دكتور عمر، أعود إليك. يعني كنت تتحدث بأن عندما سألناك عن الوعود الحكومية ووعود الدكتور عمر الرزاز والطاقم الوزاري بأن هي وعود، ما زالت وعود، وإذا لم تترجم على الأرض لا يمكن الحديث عن إنجاز ولا يمكن الحديث عن تحقيق تنمية وتحقيق خدمة للمواطن. إذا ما استمرت الأحوال على ما هي عليه، نعم، كيف تقرؤون واقع مشروع اللامركزية وكيف ستتصرفون كرؤساء مجالس محافظات؟ قراءتنا للموضوع، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك تغير وأن لا يكون ما كان في السابق، وأيضا أن نخرج من هذه البوتقة التي عشنا فيها سنة كاملة. صحيح عشنا في قلق، والقلق قادنا إلى أن لا نفكر في العام القادم. نحن رؤساء مجالس المحافظات وهكذا اتفقنا أن لا نفكر في العودة إلى مجالس المحافظات، لأنه هي شماعة فقط لغير لواقع ملموس هو صد عن الحكومة. وحتى المدراء التنفيذيين الآن، كل من يأتيهم من المواطنين، كل من يأتيهم من المواطنين ماذا يقول؟ يقول اذهب إلى اللامركزية، هذا المشروع كباقي المشاريع لا يكون إلا في اللامركزية. لذلك إذا بقي الأمر على ما هو عليه بدون تنفيذ وعود، الوعود التي نريد من خلالها ازدهار الوطن، ونريد من خلالها فعلا العودة إلى الثقة التي ينبغي أن تتوفر في بين المواطن والمسؤول بشكل عام، نحن وجودنا وعدمه سواء. أقولها وقلناها نحن الزملاء في أكثر من اجتماع اجتمعنا، إن لم نرى جدية من الحكومة. نعم، يعني سأنتقل إليك سيد محمود. يعني البعض يتحدث بأنه التجارب الغربية وتجارب الأوروبية لمشروع اللامركزية، يعني مثال في ألمانيا هناك حديث عن اللامركزية أكثر من 30 عام، ويتم الحديث بأنها غير ناضجة إلى غاية هذه اللحظة. هل تعتقدون بأنكم متعجلون قليلا في تطبيق مشروع اللامركزية، وبأن هناك ربما خطوات ما زالت يجب أن تتخذ ليكتمل المشروع على أرض الواقع؟ يا سيدي، أنا مطلع على أغلب التجارب الغربية، وفعلا هي غير ناضجة، وهي العراق بتطبقها كمان من سنة 2004 برضو غير ناضجة. واللامركزية هي بتمشي بالتدريج درجة درجة، يعني بتتطور درجة درجة. أنا بمشي شو في عندي خلل بعالجه بالتدريج، لكن المشكلة بالقانون الأردني إنه ما وقفنا على الدرجة الأولى. يعني أنت يفترض توقفني على الدرجة الأولى وتقول لي تسلق درجة درجة. أنا ما بطلب إنك تعطيني كل الصلاحيات مرة واحدة، بس في عندي أمور معينة. أنا الآن بلا صلاحيات، يعني أنت بتعطي المجلس الآن بتيجي عليه بتعطيه إقرار موازنة حبر على ورق ومتابعة حبر على ورق. يعني إذا سألتك هذا السؤال يعني سيد محمود، لماذا لا يتم نقل الصلاحيات؟ هل هناك تخوف من مسألة نقل الصلاحيات؟ شوف، أكيد دائما أي جسم غريب حتى داخل جسم الإنسان، جسم الإنسان نفسه حتى بيقاومه، حتى أنه يطلعه من جسمه من الجسم أو أنه يتأقلم معه. ومجالس المحافظات هي جسم غريب داخل الكيان الأردني، فأكيد مش راح يكون فيه لها قبول من البداية من أكثر من جهة ومن أصحاب القرار، سواء كان مجلس نواب، مجلس أعيان، سواء كان مجلس وزراء، مش راح يكون. لأنه أنت مجالس المحافظات هي كل ما درجت بالتدريج مرة مرة بصير تخص صلاحيات من هون من هون من هون، وفيش واحد برضى يتنازل عن صلاحياته بالأساس. لكن في نقطة أنا بدي أشير لها سريعا سيد محمود، بالنسبة للجنة المكلفة بإدارة ملف اللامركزية، أنا بعتبرها بعد سنة وشوي فشلت في إدارة هذا الملف. أنا شخصيا، هذا رأيي الشخصي، بعتبرها فشلت في إدارة هذا الملف. وأكبر دليل على الفشل أنه أنا كمجلس محافظة جرش، خلينا نقول، لغاية الآن ما إجاني أي وزير من وزراء اللجنة الوزارية اللي بتتابع ملف اللامركزية على مجلسي وشاف شو أنا اللي أنا بحاجته. نستمع إلى رأي السيد موسى العواملة في هذا الموضوع، التقييم بشكل نهائي الآن في أقل من دقيقة وأقل حتى أقل من 30 ثانية. يعني كيف تقيمون هذه المرحلة وكيف تقيمون هذا العمل؟ احنا حتى نكون صادقين، يعني هو مشروع ما يعني مشروع صار لهوش الا سنه
فبده يعني برضو يكون يعني نعطيه مراحله الحقيقية حتى يكون في هناك نجاح حقيقي. الآن إنه تفويض الصلاحيات وإعطاء وإنجاز اللي المعيقات التي تواجه عمل المجالس أوكي مطلوبة، فنجد حاليا جدية من الحكومة في إنجاز هاي المعيقات. أنا كان في لقاء آخر لقاء مع مجلس الوزراء لموازنة 2019، حقيقة أني أنا لاحظت أنه في جدية في الاهتمام بمجالس المحافظات، وكان النقاش مع الوزراء بالموازنة وكان عرض الموازنة 2019. يعني أنت ترى بأنه من المفترض أن نعطي فرصة أكبر لهذا المشروع لكي يتم الاستمرار فيه وتطبيقه على أرض الواقع؟ أنا مع إعطاء الفرصة، بس نعم، بس بالبداية أنه يعني يكون في هنالك أقل ما فيها تفويض الصلاحيات. نعم. إنجاز أن يكون يعني يكون الأساس موجود، يكون الأساس لهذا أقل المشروع ما فيها إعطاء الأساس. نعم. اللي تكون إنه شكرا لك. كلمة أخيرة لك دكتور محمد الكريمي في هذا الموضوع، وهل تعتقد بأن الأساس كان موجود بالفعل لمشروع اللامركزية؟ سيدي حتى نعيد ونكرر نقول نكون متفائلين، هذا العام وجدنا في ثغرات، العام القادم نأمل من الحكومة أن تقف معنا تجاه المشاريع، تجاه الصلاحيات، تجاه القانون، حتى يراها المواطن على أرض الواقع. إذا نفذت مشاريع كبرى كالمدارس والمراكز الصحية، سيكون حجم الإنفاق على هذه المشاريع قرابة 80-90%، هذا ما يخص محافظة الطفيل، باقي المحافظات لا أعلم، لكن إذا كان هناك جدية سيلمس المواطن، والمواطن هو الحكم على نجاحها أو فشلها. شكرا لك. الشكر الجزيل أيضا لضيوفي في هذه الحلقة. شكرا لك رئيس مجلس محافظة إربد الدكتور عمر المقابلة، وأشكرك جزيلا رئيس مجلس محافظة جرش الأستاذ المحامي محمود العفيف، ورئيس مجلس محافظة البلقاء الأستاذ موسى العواملة، شكرا جزيلا لك، ورئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريمي الخصبة، شكرا لك. شكرا لكم ضيوفي الكرام، وشكرا على سعة صدوركم. نلتقي مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جلسة علنية. الجلسة العلنية القادمة ستكون في حول الله في محافظة الكرك. إلى اللقاء.